بدأ عرض مسلسل الخائن منذ أيام قليلة، ورغم الحلقات القليلة التي عرضت من المسلسل إلا أن هناك عدداً كبيراً من الانتقادات تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وطالت المشاهد وأبطال المسلسل. رأى عدد من متابعي مسلسل الخائن أن مشهد القبلة لجمعة سلافة معمر بقيس الشيخ نجيب لم يكن لها أي فائدة على مجريات الحلقة، بل اعتبروا أن إضافة هكذا مشهد من شأنه إضفاء سكوب للمسلسل. وكان جزء كبير من الانتقادات أيضا بسبب عمليات تنفيخ الوجه الواضحة التي قامت بها سلافة ولم تتماشى مع مظهرها ولا شكلها كما في السابق، وتعرضت بسببها لنقد وهجوم من قبل جمهور المتابع إذ أكدوا أن قدراتها كانت أقوى في الدراما السورية المحلية. يعتبر مسلسل الخائن أولى تجارب سلافة معمار في ميدان الأعمال المنسوخة، ورغم انتظار عدد من المتابعين عودة معمار إلى الشاشة بأعمال معربة إلا أن الآراء حول تأدية سلافة لدورها لم تكن لصالحها، حيث اعتبر عدد من المتابعين أن سلافة ورغم قلة الحلقات لم تستطع لعب شخصية جان سوديري، كما أن أدائها الفني لم يكن على قدر أعمالها السابقة والتي لمعت فيها كمسلسل زمن العار. من ناحية أخرى، دعمت الممثلة السورية سلافة وخرج زميلتها سلافة برسالة وجهتها لها عبر حسابها الرسمي على موقع إكس، وذلك على خلفية التعليقات السلبية والانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها، وكتبت كيف ما كنتي حلوة، لترد عليها سلافة قائلة الحلو بيشوف كل شي حلو،